استقبلت الخبر بتاع الجارديان البريطانيه، يعني الجارديان البريطانيه يعني من اكبر الصحف الموجوده في العالم، انها تتكلم عن موهبه لسه انت عندك 17 سنه لاعب مصري، فبتحطك في ضمن البرواز افضل 60 موهبه حول العالم. شفت الموضوع ده ازاي؟ خاصه انت لسه صغير، يعني الغرور بقى واستقبال الخبر والكلام ده زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني شادي من ضمن الليسته بتاعت افضل 60 موهبه في العالم. والله يا كابتن الخبر ده كان كنا راجعين في الباص بعد الماتش، كابتن احمد سراج بلغني بالموضوع ده. كان عندكم مباراة فين وقتها؟ في المصري تقريبا، كنا في السويس. فقال لي ان في جريدة ومش عارف ايه والكلام ده، فانا طبعا ما فيش في دماغي يعني جريدة بتكتب زي اي جريدة، ما لا جاش في ده دماغي مش جريدة، مش اي جريدة، دي انا ما كنتش اعرف خالص يا كابتن. فجينا بقى اتفاجئت بقى بعدها بيومين كده حد بيكلمني، فاخدت معلومات عني اكتر وبتاع. فجينا بقى بعدها بيومين لقيت مصر كلها بتتكلم عن الموضوع ده، وانا اصلا انا فاكر ان عادي يعني انت واخد الموضوع ببساطة في الاول. بالظبط. فكابتن احمد سراج بلغني ان في جريده من بره عايزه تتكلم عنك وكده ومتابعاك، بس انا ما جاش في بالي ان كل ده هيحصل. بس فالحمد لله بعدها بكام يوم تقريبا الموضوع نزل، وناس كتير بدات تتكلم عليا يعني. طيب بعدها طبعا خدت عين جامده قوي باصابه قويه جدا على ما اعتقد، وقتها كان كسر في التركوب، وكنا موجودين معاك برضو وقتها في المستشفى. حضرتك زرتني طبعا، بشكرك جدا يا كابتن. هي ما كانش كسر في الترقوة، بس كانت المشكلة ان كان في نزيف في الرئة، فهي دي كانت المشكلة يعني، عشان كده طولت شوية في المستشفى. طولت شوية معاك. بعد كده بقى خلصت من الحوار ده طبعا الحمد لله يعني، وبعد كده كملنا بقى في حوار الكسر ده شهر او شهر ونص، بعد كده نزلت وللأسف بقى إصابة تانية. خدت عين تاني بالظبط. عايز اتكلم عن دور النادي الاهلي في الاصابة القوية، النادي الاهلي ودور النادي الاهلي، النادي الاهلي وقف معاك في الوقت دوت، وفر لك كل السبل عشان ترجع تاني، انك انت ابن من ابنائه وموهبه كمان بدات تظهر يعني في النور. بصراحه كابتن النادي وقف معايا وقفه كبيره جدا يعني، من اول ما اتصبت في نفس اليوم طلعت على المستشفى، من اول يوم لاخر يوم قعدت 10 ايام في المستشفى تقريبا، كل شويه حد واقف معايا، كل الناس بتكلمني. كابتن محمد فضل وقتها كان مدير التعاقدات، كنت انا لسه ماضي عقد جديد، جالي المستشفى واتكلم معايا وقال لي ولا يهمك، كل الناس كلمتني يعني، مفيش حد تقريبا في كابتن فتحي مبروك، مش عايز انسى كان حد، رئيس بس قطاع الناشئين وقتها كابتن فتحي. بالظبط مش عايز انسى حد، كل المدربين كل العمال كل اللعيبه كل الناس وقفت معايا. والنادي الاهلي طبعا ما تاخرش دقيقه في اي حاجه، سواء عمليه او حساب مستشفى او الناس بتدعمني، كل حاجه بصراحه يا كابتن.